مساء الفل، انا احمد صبري وده برنامج الشهبندر ودي حلقه شمس الصين الصناعيه. بموقع هذا احب اقول ان الصين مش بس هتعمل شمس، الصين هتعمل شمس وقمر كمان. ركز معايا وانا هفهمك كل حاجه. قبل ما اتكلم عن شمس الصين حابب اتكلم عن شمسنا الحقيقيه، شمسنا اللي بتمدنا باسباب الحياه من ضوء وحراره، وبسببها كل الكائنات الحيه بلا استثناء بتستمد غذائها وحرارتها. ببساطه كيف تولد الشمس الحراره؟ اجابه هي تفاعلات الاندماج النووي لذرات الهيدروجين منتجه ذرات الهيليوم والحراره والضوء والطاقه اللي احنا نستفيد منهم، حتى الكائنات الحية جميعا بتستفيد منهم. حلو الكلام ده؟ طيب هل حاول العلماء قبل كده انتاج الطاقة بنفس الطريقة؟ فعلا العلماء منذ فجر التاريخ وهم بيحاولوا يعملوا كده علشان يولدوا طاقة نظيفة زي الكهرباء، لكنهم وجدوا ان عملية الاندماج النووي دي محتاجة حرارة عالية جدا تصل ل 15 مليون درجة مئوية، وكمان محتاجة ضغط كبير علشان يقدروا يحاكوا نفس العملية اللي بتحصل في الشمس. سكتوا الجماعة العلماء؟ لا خالص، لانهم وجدوا طريقة تانية لا تحتاج الى كل هذه الحرارة ولا الضغط، وهي الانشطار النووي. مش دي القنبلة النووية؟ بالظبط، الله ينور عليك. بس زي ما انت عارف العلم سلاح ذو حدين، يستخدم للتنمية وايضا للإبادة. فخاصية الانشطار النووي زي ما هي بيستعملوها في القنبلة النووية ليها استعمالات مفيدة جدا في توليد الكهرباء في محطات التوليد الكهرباء بالطاقة النووية اللي عددهم دلوقتي اكتر من 400 مفاعل، وبتستخدم فيها بشكل سلمي تماما لانتاج الكهرباء في دول كتيرة جدا تصل الى 31 دولة، واللي مصر باذن الله هتكون واحدة منهم قريب جدا لما نشغل مفاعل الضبع النووي. بس خلي بالك من المصطلحين، الشمس بتستخدم خاصية الاندماج النووي لذرات الهيدروجين، لكن كل المفاعلات النووية بتستخدم الانشطار النووي لذرات اليورانيوم اللي الطاقة منها أقل بكتير من الطاقة الصادرة من الاندماج، وكمان تقنية الاندماج دي بينتج عنها كمية أقل من النفايات النووية. بالعربي الاندماج النووي بينتج طاقة أعلى ونفايات أقل من الانشطار، لكن مشكلته زي ما قلت إنه محتاج يطبق مجالات مغناطيسية قوية على ذرات الهيدروجين أو نظائرها، وكمان محتاج يولد حرارة تصل إلى 15 مليون درجة مئوية لفترة كافية علشان يسمح لذرات الهيدروجين إنها تندمج مع بعض ويقدروا يستخرجوا منها الطاقة. لكن رغم كل الصعوبات والمخاطر والتحديات والأرقام الكبيرة اللي أنا عمال أحكي فيها، الصين قررت فعلا تعمل مفاعل نووي بيعمل بالاندماج. يا حلاوة. وهتولدي يا ست صين 15 مليون درجة إزاي؟ وهتجيبي منين الضغط الكافي؟ واي منشأة ولا معدن اللي هيتحمل الحرارة والضغط الهائلين دول؟ كل دي اسئلة الصين ما جاوبتش عنها، لكن اعلنت عن نتائج قمة في الاعجاز والابهار والرعب. وفقا لوكالة انباء شينخوا التي تديرها الصين، سجل الجهاز رقما قياسيا جديدا قدره 120 مليون درجة مئوية للبلازما الساخنة، استدامت لمدة 101 ثانية. وفي تجارب اخرى منفصلة قامت الشمس الصناعية الصينية بتسخين البلازما ل 160 درجة مئوية لمدة 20 ثانية، ويهدف الباحثون الصينيون للاحتفاظ بالبلازما عند حوالي 100 مليون درجة مئوية لأكثر من 1000 ثانية أو حوالي 17 دقيقة. التقديرات الأولية بتقول إن الديوتيريوم الموجود في لتر واحد من المية ماء البحر يقدر ينتج خلال تفاعل الاندماج كمية من الطاقة تعادل، اسمع الرقم، 300 لتر بنزين، مقدار رهيب من الطاقة. وقبل ما أسيب النقطة دي، الديوتيريوم ده أحد نظائر الهيدروجين الطبيعية ويسمى بالهيدروجين الثقيل. نرجع لموضوعنا. الواحد طبعا ما يقدرش رغم الانبهار بالتجارب الصينية الا انه يقول ينهر ازرق، لان الارقام اللي اعلنوا عنها دي اكبر بعشر اضعاف من درجة حرارة باطن الشمس. والسؤال طبعا اللي جه على بالك دلوقتي، ايه اللي ممكن يحصل لو حصل تسريب او انفجار للشمس بتاعتهم دي؟ لكن رغما عن القلق والخوف من اي مصيبة هتجينا من تحت راسهم، فده لا يقلل من حجم الاعجاز اللي عملوه وحجم الشجاعة والاقدام في الموضوع ده بالذات. حاجة بس حابب اضيفها، المشروع ده مش مشروع الصين لوحدها، انما تم بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ووكالة الطاقة الذرية الدولية اللي انشأت قبل كده مفاعل مماثل اسمه المفاعل النووي التجريبي ايتر، وده مفاعل تم انشاؤه في فرنسا، وكمان في مفاعل تاني بيقوم بنفس المهمة في كوريا الجنوبية، لكن نتائج المفاعلين دول ما كانش بكفاءة المفاعل الصيني الجديد. هي دي حكاية شمس الصين. نتكلم بقى في قمر الصين. ايه بقى موضوع قمر الصين ده كمان؟ ده قمر يا سيدي هيتحط في ارتفاع متوسط فوق المدن الكبيرة علشان يلغي خالص اضواء اعمدة الانارة، لان القمر الصناعي ده مطلي
طلاء عاكس يقدر يحول أشعة الشمس اللي بتسقط عليه إلى الأرض بنفس الطريقة اللي بيعمل بيها القمر الحقيقي. لكن القمر الصناعي ده مهما كانت قدرته ومهما كانت إضاءته مش هيلغي طبعا دور القمر الطبيعي، لكنه هيساعده، إنما هيلغي أعمدة الإنارة العادية. صدق اللي قال العلم نور. السؤال ليك أنت دلوقتي، تتوقع الصين هتنجح في استكمال مشروع الشمس الصناعية، ولا ممكن المشروع ده يتسبب في كارثة تفوق كارثة مفاعل تشيرنوبل ويبقى صدق هنيدي لما قال هنموت من فجرين يا صين؟ مساء الفل.